أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، نشرة مفصلة نقدمها لكم دائما من الميادين وفيها. مستوطنون يقتحمون منطقة باب العمود ليلا، وقوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين وتجبرهم على إخلاء المنطقة. ونربح عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين. الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد في خطاب القسم أن قضية فلسطين كما الجولان هي الأقرب لسوريا. وزير الخارجية الصيني يزور دمشق ويبحث مع الرئيس الأسد توسيع التعاون الثنائي ومشاريع اقتصادية استراتيجية. منظمة العفو الدولية تتحدث عن معاناة يعيشها المعتقل السياسي في سجون البحرين حسن مشيمع واستمرار تظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. أهلا ومرحبا بكم. عشية انطلاق المسيرات التي دعت إليها جمعيات استيطانية في القدس المحتلة في ذكرى خراب الهيكل المزعوم، نظم مستوطنون مسيرات في غرب المدينة المحتلة وصلت إلى شارع صلاح الدين ومنطقة باب العمود، وقد تصدى الشبان الفلسطينيون للمستوطنين قبل أن تعتدي قوات الاحتلال عليهم بالضرب وتعتقل عددا منهم وتجبرهم على إخلاء ساحة باب العمود بالقوة. وقد وضعت قوات الاحتلال سواتر حديدية عند مدخل البلدة القديمة في منطقة باب العمود. هذا وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء قوات الاحتلال على شاب بالضرب المبرح، حيث عملت على ضربه بالهراوات وركله على نحو وحشي ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة. كشفت صحيفة تدعو أحرنوت أن وزارة الأمن الإسرائيلية رخصت لشركة NSO وشركات أخرى ببيع منتجات تجسس للسعودية بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد لفتت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى سرا أكثر من مرة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، كما التقى مسؤولو الاستخبارات من الجانبين على نحو منتظم. وقضية فلسطين هي القضية الأقرب لسوريا وفق ما أعلن الرئيس السوري بشار الأسد في خطاب القسم الرئاسي الذي أداه يوم أمس. نخسر عندما نصدق أن النأي بالنفس هو سياسة. نخسر عندما نصدق أن النأي بالنفس هو سياسة وأنه يقين من شظايا الاضطراب في محيطنا، وعندما نعتقد أن القضايا المحيطة بنا منعزلة عن قضيتنا. ونربح عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين، وأن الفلسطينيين هم أشقاؤنا، وأن التزامنا تجاه قضيتهم وحقوقهم ثابت لا تبدله أحداث أو ظروف ولا غدر أو نفاق، وهو لا ينفصل عن التزامنا بأهلنا في الجولان الذين ضربوا أروع مثل في الانتماء للوطن والتمسك بهويتهم العربية السورية، وأثبتوا أنهم سيبقون مخرزا في عيون الطارئين من الغزاة. الرئيس الأسد شدد على أن الوعي الشعبي الوطني هو حصن سوريا والمعيار الذي تقاس به قوة البلاد، وكشف أن بعض العملاء يعملون بوساطة تركية على طروحات للوصول إلى دستور يضع سوريا تحت رحمة الأجنبي، لكنها كل هذه المحاولات تبخرت بفضل صمود الشعب. هذه الطروحات التي تستمر اليوم
والتي يتم العمل عليها عبر بعض العملاء المعينين من قبلهم بواسطة تركية أو بوساطة تركية أو بواجهة تركية لا يهم، تهدف في المحصلة للوصول إلى دستور يضع سوريا تحت رحمة القوى الأجنبية ويحول شعبها إلى مجموعة من العبيد والمطايا. كل تلك المحاولات قد تبخرت بفعل رسالة شعبية واحدة مضمونها: إذا تمكنتم من تجاوز كل العقبات السياسية للوصول إلى غاياتكم فلن تتمكنوا من تجاوز قرار الشعب. كما وجه الرئيس الأسد تحية إلى أبناء سوريا لما جسدوه من صدق الانتماء إلى الوطن. ونؤكد في هذا السياق على واجب الدولة الدستوري والشرعي والأخلاقي في دعم أي مقاومة تقوم في أي مكان على امتداد ساحة الوطن ضد المحتلين وبأي شكل من أشكال المقاومة، سلمية كانت أو مسلحة. وهذا الواجب هو التزام مطلق لا يخضع لأي اعتبارات حتى تتم استعادة الأرض ويطرد آخر إرهابي وآخر محتل. إذن رسم الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه يوم أمس معالم المرحلة المقبلة لناحية مكافحة الفساد والإرهاب ومواجهة التداعيات الاقتصادية والمعيشية للحرب والعمل لتحرير ما تبقى من أرض سورية محتلة. ديما نصيف والتفاصيل. بخطى ثابتة يعبر الرئيس السوري بشار الأسد إلى ولايته الجديدة، احتفالية خلت من البهرجة والاستعلاء. استعرض الرئيس الأسد الحرس الجمهوري وتشكيلات جيش البلاد، وأبعد من البروتوكول كان خطاب القسم، وبمشهد مليئا بالعناصر الصلبة للمشهد السوري في السنوات الأخيرة أرادت الرئاسة السورية أن تعزز صورة هذا الاستحقاق بما يعزز ثقة شعب صمد مرابطا في وطنه. تفاؤل العقل وتفاؤل الإرادة كان لب الخطاب في المسائل الداخلية، من ضرورة حل أزمة الكهرباء إلى تعزيز الإنتاج وإصدار التشريعات اللازمة لذلك. قضايا لم يتوانى الرئيس السوري عن تظهيرها كأولويات في المرحلة المقبلة، لا تبتعد عن أولوية مكافحة الفساد بمزيد من الزخم، وخصوصا أن ظروف تنفيذ قرار من هذا النوع باتت أكثر نضجا بفعل انحسار الحرب. دعوة الأسد من وصفهم بالمغرر بهم إلى العودة للدولة السورية جاءت بنبرة استيعابية لا تخلو من النقد اللاذع لخياراتهم في السنوات العشر الأخيرة، نبرة لها ما يفسرها وخصوصا بعد تثبيت سوريا وحلفائها انتصاراتهم العسكرية في الحرب، وفي المقابل نبرة شديدة الحزم إقليميا ودوليا واضحة في استنادها إلى صمود سوريا ووجودها ضمن حلف يتجه صعودا في كسر الهيمنة الغربية على العالم. وليس ذلك منفصلا عن تأكيد الأسد قرار الدولة الحاسم استعادة كل الأراضي السورية التي تحتلها مجموعات ترعاها تركيا أو الولايات المتحدة بمختلف الطرق الممكنة، وكذلك ليس منفصلا عن القرار السوري الاستراتيجي مواجهة المشروع الإسرائيلي الاستعماري، عبر تأكيد الرئيس السوري دعم كل مقاومة تنطلق ضد أي محتل في سوريا. وفي السياق نفسه لحديثه عن حتمية استعادة الجولان السوري من محتليه، وأن فلسطين أقرب القضايا إلى السوريين وأن دعمها ثابت مهما اختلفت الظروف، هو خطاب وازن بين الثوابت كرفض التطبيع والمتحولات للاستفادة من الحضور السوري الصحيح في المحور غير الخاضع لواشنطن. ولا شيء أدل على ذلك من وصول وزير الخارجية الصيني إلى سوريا في اليوم نفسه لخطاب القسم. السيد الرئيس بشار الأسد. خطاب القسم كان موزعا على التحديات الداخلية والخارجية، عناوين عامة مكثفة ودعوة إلى التحلي بالإرادة على قاعدة اللا شيء مستحيلا، خطاب سيكون تطبيقه خلال السنوات المقبلة تحت مجهر الصديق والعدو، وتلك قصة أخرى. ديما نصيف، دمشق، الميادين.
هذا واستقبل الرئيس الأسد وزير الخارجية الصيني وانغ يي والوفد المرافق له وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وجرى خلال اللقاء توافق على الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون الثنائي في كل المجالات. وكان وانغ قد وقع مجموعة من الاتفاقيات مع نظيره السوري فيصل المقداد شملت التعاون في الكثير من المجالات بينها الطبية ومشاريع اقتصادية استراتيجية جرى التفاهم عليها سابقا، ومنها مشاريع حيوية في البنى التحتية تتفرع من مبادرة حزام واحد طريق واحد الصينية. نعود بعد قليل. من جديد أهلا ومرحبا بكم. في بيان صادر باللغة الإسبانية تحدثت منظمة العفو الدولية عن معاناة المعتقل السياسي في سجون البحرين حسن مشيمع الذي وصفته بأنه من أهم المعتقلين في العالم، حيث قضى 3730 يوما في السجن من دون احتساب الاعتقالات السابقة. وأشار التقرير إلى أن البحرين ليست من الدول التي يسلط عليها الضوء كثيرا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وتستمر في أنحاء البحرين التظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولا سيما في ظل انتشار كورونا حيث تتضاعف معاناة هؤلاء المعتقلين. أكد رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا نائب وزير الخارجية عباس عرقتشي أن المحادثات في فيينا يجب أن تنتظر تأليف حكومة جديدة في إيران. وفي تغريدة على تويتر شدد عرقتشي على وجوب توقف واشنطن ولندن عن ربط تبادل السجناء بالمفاوضات والاتفاق النووي، محذرا من أن ذلك يؤدي إلى خسارة العمليتين. وأشار عرقتشي إلى أن تبادل السجناء قد يجري في غضون ساعات إذا وفت بريطانيا والولايات المتحدة بالتزاماتها. الخارجية الأمريكية رأت أن تصريحات عرقتشي ترمي إلى التهرب من تحمل المسؤولية في الأزمة الحالية. وفي بيان لها نفت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق بشأن الأمريكيين المحتجزين لدى إيران، مشيرة إلى أن تصريحات عرقتشي بهذا الخصوص ترمي إلى تعزيز الأمل لدى عائلاتهم. انتخاب الشعب الإيراني إبراهيم رئيسي الثوري والجهادي أربك الأمريكيين وحلفائهم، كما عزز موقف محور المقاومة. كيف التفاصيل مع مالك عابدة؟ رئيس إيران الجديد رجل ثوري جهادي من قادة الصف الأول في إيران، يعرف محور المقاومة ورجاله ويدرك احتياجاته، بدءا من العراق مرورا بسوريا فلبنان وفلسطين واليمن. لا عجب إن ارتبك الأمريكيون وخاف الإسرائيليون وحلفاؤهم من انتخاب رئيسي، ولا غرابة إن حاولوا التشويش على الإيرانيين قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، فهم مجبرون الآن على إعادة الحسابات وترتيب الأولويات لمواجهة حلف المقاومة في زمن رئيس إيراني ثوري. التخوف الذي يأتي من الكيان الصهيوني أو من الغرب هو يأتي على خلفية واضحة، وهو أن نجاح هذا النموذج في إيران يجعل تعميمه سهلا. من هنا هم يحاولون بشكل أو بآخر التشويش على هذا النموذج لمنعه من إيجاد مقاربة موفقة في إدارة المجتمع في المجالات المختلفة. لا يخفي المقاومون تفاؤلهم بعد وصول رئيس يحمل فكرا ثوريا يجدد الزخم ويعزز الثوابت، بأن مشروع المقاومة راسخ في المنطقة برغم كل المؤامرات. سنشهد في المرحلة القادمة تعاون كبير بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، ومن المؤكد إيران ستضع جميع إمكانياتها سواء في المجال الدفاعي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي وحتى العلمي في خدمة دول محور المقاومة، هذه الدول التي وقفت إلى جانب بعضها لبعض. للنجاح العسكري الإيراني بصمات واضحة على قوة المحور في مواجهة أمريكا وإسرائيل والإرهاب. واليوم تتجه الأنظار إلى علاقات أوسع بين إيران وشركائها في زمن رئيسي، اقتصاديا وسياسيا وعلميا، تعاون يستفاد فيه من جميع الإمكانات والطاقة لدى كافة الأطراف.
برغم التفاؤل والإيجابية اللذين ينظر بهما البعض إلى مستقبل محور المقاومة في عهد رئيسي، يبقى من يحذر من تنامي التحديات والضغوط التي قد تواجه قوى المقاومة لاحقا، وهو ما يستدعي مزيدا من التنسيق والجاهزية على جميع الجبهات. ملك عابد، طهران، الميادين. أقر المجلس السياسي الأعلى في اليمن تمديد رئاسة مهدي المشاط للمجلس لثلاث فترات رئاسية تبدأ من 24 من أب أغسطس وتنتهي في التاريخ ذاته من العام المقبل. وخلال اجتماعه الاستثنائي ثمن المجلس دور المشاط وقدرته على قيادة البلاد، مؤكدا مساندته والتعاون معه لإنجاح مهمته خلال فترة رئاسته الجديدة. واستعرض الاجتماع برئاسة المشاط آخر التطورات السياسية والاتصالات الجارية بشأن عملية السلام. ميدانيا، يستخدم التحالف السعودي في اليمن قنابل عنقودية وصواريخ محرمة دوليا، وبعضها قنابل أمريكية موجهة بالليزر تتميز بقوة تدميرية كبيرة. أحمد زبيبة. بعد عملية حفر لأكثر من شهرين في باطن الأرض على عمق 20 مترا، جرى استخراج القنبلة الأمريكية من نوع GBU-24 الموجهة بالليزر والتي تزن 1500 كيلوغرام من المتفجرات. القنبلة كانت قد ألقتها طائرات التحالف واستهدفت مبنى مصلحة الدفاع المدني الواقع بجوار أكبر متنزه وسوق شعبيين في العاصمة صنعاء. القنبلة تتمتع بقدرة تدميرية كبيرة قادرة على قتل أكبر عدد من الضحايا. تم قصف عدة أعيان مدنية في اليمن بهذه القنبلة، مثلا قصف مجمع وإعلان الزراعي وقصف حي سكني في أمانة العاصمة صنعاء في حي 70. الغارات الجوية للتحالف السعودي خلفت عشرات الآلاف من القنابل العنقودية في حصيلة رصد أولية لصنعاء. عشرات الضحايا من المدنيين يسقطون بسبب مخلفات القصف من هذه القنابل في صنعاء والجوف وصعدة وغيرها من المحافظات، فضلا عن التأثيرات الصحية الكبرى التي تطال البشر والأجيال اللاحقة، فضلا عن الأراضي الزراعية. كثير من الأسلحة الكيماوية والفسفورية تم استخدامها، خاصة القنابل العنقودية اللي أثرت بشكل كبير. هناك 11 قنبلة عنقودية لم يعرف صناعتها، لكن هناك العديد من القنابل البرازيلية والأمريكية التي تم استهدافها. هذه أثرها كبير جدا على الشعب اليمني. غياب الضغط الدولي لوقف استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من قبل التحالف هو ما فاقم المعاناة، وربما أيضا أسهم في تشجيع قصف اليمن بالمحرمات في ظل غياب أي ملاحقة ومحاسبة دوليتين. قنابل وصواريخ أمريكية وبريطانية وأوروبية تكشف عن تورط هذه الدول في المجازر التي يرتكبها التحالف السعودي بحق اليمنيين. ورغم الجهود التي تبذل لتطهير مخلفات القصف، إلا أنها تبقى متواضعة أمام ضرورة تقديم مساعدة دولية عاجلة لإزالة هذه المخلفات. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية العقوبات الأمريكية المتعلقة بهونغ كونغ بأنها مجرد قصاصة ورق. الحكومة الأمريكية كانت قد فرضت قبل يومين عقوبات على 7 من مسؤولي مكتب الاتصال التابع للحكومة المركزية في هونغ كونغ. وأكد بيان للمتحدث باسم الخارجية الصينية أن محاولات تقويض استقرار هونغ كونغ وازدهارها ستصاب بالإحباط، بينما تتمتع المنطقة بمستقبل واعد. في واشنطن أوقفت مباراة بيسبول بعد سماع طلقات نارية خارج الملعب. وكالة فرانس بريس قالت إن 4 أشخاص أصيبوا بالرصاص، ونقلت عن شهود أن عشرات الطلقات النارية سمعت في الأرجاء قبل أن تحضر الشرطة وتطلب من الجمهور مغادرة الملعب.
خطف مسلحون مجهولون 3 صينيين وموريتانيين، 2 يعملون في شركات بناء في مالي بالقرب من الحدود مع موريتانيا. القوات المسلحة في مالي لفتت إلى أن هجوما استهدف مكان عمل الصينيين أدى إلى تدمير معدات بناء في الموقع الذي يبعد نحو 55 كيلومترا من مدينة كوالا في جنوب غرب البلاد. حملة التلقيح الشاملة ضد فيروس كورونا في روسيا تشمل فئات واسعة من الأجانب، وخاصة أنه يعيش في موسكو وحدها نحو 800 ألف أجنبي. تقرير ليارا حسن بشأن عملية تلقيح الأجانب في مجمع لوجينيكي الرياضي في العاصمة الروسية، نتابع. أعداد كبيرة من المراجعين تتوافد اليوم إلى مجمع لوجينيكي الرياضي الذي خصصت السلطات جناحا منه لتطعيم المواطنين الأجانب. يعمل هنا 25 طبيبا و99 ممرضا ونحو 200 موظف ومنظم. هنا يمكن تلقيح ما يصل إلى 15,000 شخص يوميا، أي أنه في غضون شهر ونصف في لوجنيكي وحده يمكن تلقيح جميع الأجانب الذين يقيمون في موسكو. في لوجنيكي يستقبل المراجعين متطوعون يساعدونهم في كل خطوة، من تعبئة الاستبيانات الخاصة مرورا بدفع فاتورة المعاينة فكشف الطبيب على المراجع وصولا إلى أخذ اللقاح. أنا أقف في الطابور من أجل الاستشارة الطبية، وسير العملية ميسر ولا يوجد أي عوائق. أخذت اللقاح الآن بعد أن انتظرت دوري طويلا، لكنني الآن سعيد. يتم تطعيم الأجانب بلقاح سبوتنيك لايت ذي الجرعة الواحدة بسعر مقبول يبلغ 1300 روبل، أي ما يعادل حوالي 17 دولارا. إن كنت أجنبيا في موسكو لا تقلق، لك أيضا نصيب في اللقاح. في العاصمة الروسية افتتح 22 مركزا إضافيا للتطعيم، وها نحن نأخذ اللقاح في أكبر هذه المراكز. بعد أخذه الجرعة يمنح المراجع شهادة التطعيم، كما يتلقى رسالة نصية في هاتفه، وبعد 3 أسابيع يتم تفعيل رمز الاستجابة السريعة QR code الذي يسهل كثيرا حياته اليومية. يارا حسن، موسكو، الميادين. عسلامة يا زميلة يارا حسن، ومعها ننهي النشرة التي كان فيها. مستوطنون يقتحمون منطقة باب العمود ليلا، وقوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين وتجبرهم على إخلاء المنطقة. ونربح عندما نفهم بالعمق أن أقرب تلك القضايا إلينا هي قضية فلسطين. الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد في خطاب القسم أن قضية فلسطين كما الجولان هي الأقرب لسوريا. وزير الخارجية الصيني يزور دمشق ويبحث مع الرئيس الأسد توسيع التعاون الثنائي ومشاريع اقتصادية استراتيجية. منظمة العفو الدولية تتحدث عن معاناة يعيشها المعتقل السياسي في سجون البحرين حسن مشيمع، واستمرار تظاهرات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.